بنتكلم النهارده اكزامبل كده بسيط شويه على الامبيد. هوريك يعني احنا المره اللي فاتت فاكرين سيلن سيجمنت، عملنا سيلن سيجمنت كنا بنقعد بالكمانت بالايه بالبوش بوتن، حتى الكود كان لو تفتكروا كنا عملنا كود السيفن سيجمنت احنا اللي بنيناه بنفسنا. النهارده هنتعلم ازاي انترفيس الكيباد، وقلت لكم حد هيعرف يعمل موضوع الكيباد في البيت؟ حد ثاني هيعرف يعمله؟ تجنبا لوجع القلب بقى وان احنا بقى نشوف مين اللي هيبقى ينكت ومين اللي هيبقى اوتبوت، ده كان كود السيفن سيجمنت. كنا احنا عملنا السيفن سيجمنت عملناها انها ايه باص اوت، فاكرين الباص ان والباص اوت والديجيتال ان والديجيتال اوت، تمام؟ فهنا الباص ان حطينا سوري الباص اوت كان على الايه البينز اللي انا وصلت عليها بغض النظر هي انهي كور، صح كده؟ فاكرين دي مست الايه الانباد هنا، ان انا بغض النظر عن انهي بغض النظر عن انهي بورت او انهي بين، اي بنات جنب بعضهم حطوا عليهم عادي، تمام؟ طيب ايه الجديد بقى؟ تعالوا كده نعمل نيو بروجكت. يعني هيبقى التمبلت بتاعته اللي هي البرينتي لاب هالو وورلد، واحنا كده كده هنمسحها اصلا. البروجرام نيم ممكن نسميه في باد 7 سيجمنتس اهي، قولوا اوكي. هتلاقيه عمل كرييت للنيم دوت سي بي بي اللي هو طبعا في الايه البنك اكزامبل، هنبص عليه. الجديد اللي احنا عايزين نعمله ان انا هخلي هخلي هجيب لايبرري معموله اوريدي للكيباد لما انا اعمل ايه كيباد، وده ميزه انك هنا شغال على الامبيد ان هو اوبن سورس، يعني انت ممكن تعمل لايبرري انت وتعمل ايه اكسبورت اللايبرري دي على الويب سايت وهو بقى يشيرها واي حد عايز يستخدمها ايه يستخدمها من بعد، تمام؟ فاحنا هنشوف لايبرري حد اوريدي عاملها، ممكن بعد كده اصلا اللايبرري اللي احنا عاملينها في السيجمنت دي نعملها ايه اكسبورت اللايبرري، فيعمل ريفرش ان هو واضح ان هو مش مزرجن خالص كده، مع انه في العادي ان هو يعني خفيف كده وسهل، يعني بس غريب جدا ان هو متقل شويه. عندك هنا كمين لايبرز لا حصر لها، اوبن سورس بقى الدنيا ايه اوبن سورس لا حصر لها، ف يعني ايه تقدر انك اي حاجه تيجي في بالك هتلاقي لها على طول ايه البروجكت بتاعها. الناس بقت فاميليير بالطريقه اللي بنقود الكود بيها على المايكرو كنترولر، حتى رغم في البيت محدش انترستد خالص، لسه الترم ما ابتداش صح؟ لا. طيب هو ده الكود اللي نازل اللي هو بتاع اللاب ده، يعني مش لازم اوريكم كده كده احنا هنعمل اكود بنفسنا يعني. طيب ما دام انت هتمبورت من اللايبرري شغلك، فيعني ايه يفضل انك تعمل ايه؟ المشكله اعمل ريسيت لسه مش هقول له حاجه، واعمل ديليت للمين دوت سي بي تي، هعمل زوم ان تاني مثلا.
الهدف من هنا. رايت كليك وهتقول له امبورت لايبرري امبورت فروم امبورت ويزرد. لو معاك انت يو ار ال فانت تقدر تدخل يو ار ال بتاع اللايبرري، لكن امبورت ويزرد ده ظريف جدا. احنا هنا هنستخدم الكي باد، فهتقول له ايه كي باد، سيرش بقى على الكي باد مين بقى كاتب احسن حاجه للكي باد. في واحد مثلا كتب interrupt driven 4x4 keypad plus library for calling based keypad. مش فاكر والله انا عندي واحد استخدمته، ممكن استخدم keypad calling ده يمكن هو ده. ف double click على ال keypad library اللي انت شايف انك تستخدمها، هتلاقي في ال CTP file و .h file. اكشن ما كانتش لي ان ده واحد بس سايب ال هنا طبعا عامل function keypad عامل sorry plus keypad بيعرف فيها ال column 1 و column 1 و 2 و 3 و ال row 1 و 2 و 3 و 4 وعامل keypad dot get key دي المفروض ان هي هتجت الكي وتريتيرن بقى الفاليو بتاع الكي. انا عايز اوريكم مثال افضل شويه ان ده مش حاطط documentation للايبرري، ودي مش حاجه ظريفه هنا يعني ان هو ما حاطش documentation. على طول يعني انت خش على طول كده كي باد دوت جيت كي دايركت، يعني هو كده كان معرف الدوتاتش بتاعها يعني. اوكي معلش عايز اوريكم كان في لايبرري ظريفه جدا. اغلب اللايبرريز المفروض بيبقى فيها ديسكريبشن، ده والديسكريبشن بيبقى مفيد يعني. مش فاكر كانت الانترنت بيزد ولا لا. بصوا يا شباب بقى هنا لما بيبقى حاطط كلاس دوكيومنتيشن، الكلاس دوكيومنتيشن ده ايه؟ اتس انترستنج انك تفتحه. بص كده هتلاقي ايه؟ حاطط لك الدوكيومنتيشن لكود في نيم، تمام كده؟ تمام؟ بيبقى حاطط لك دوكيومنتيشن لكود في نيم بيرن منها ايه؟ الكود بتاعك يعني. فانت ايه ممكن تقول له انك خلاص انترستد انك المين ده تشتغل منه، فتقول له ايه نيو فايل ويز ذيس اكزامبل. انت طبعا مسح المين اللي كان موجود، فهيخليه ده المين دوت سي بتاع المين دوت سي بي بي، ونزل الفايل عندك في الايه البروجكت مين دوت سي بي بي، وشايف بقى كل الحاجات انكلودد معاه. هنا عمل كي تيبل، وطبعا انت عندك بقى شوف الكي باد ديفايند البينز بتاعتها وعامل كي باد اتاتش. اكشولي هي دي اللي انا كنت مستخدمها دي. خلينا نط على طول على اللي انا استخدمتها امباد كي باد. انا غيرت بدل ما هم مكتوبين بالاصل كتبتهم بالفاليو بتاعتهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D و E و F و 0. ليه؟ عشان انا باكسس بالفاليوز الايه؟ الاري بتاعتي. افتكروا لما كنا عملنا سيستم سيجمنت ديسبلاي كنا بنجيب الفاليوز من الاري، وكان الفاليوز بتاعتي اللي انا بعمل لها رايتنج على السيستم سيجمنت كانت موجوده في الاري من 16 المنت، وحاطط بقى ايه؟ اول واحده 3 F دي اللي هي indicating 0 اللي هي بترسم لي 0 و 06 اللي هي بترسم لي 1 وهكذا. تمام؟ فعدلت. فانت الميزه انك تقدر تاخد الفايل الاثنين بتاعه وتعدل منه. تمام؟ فعدلت هنا في التيبل. جيت بقى وانا بعرف الكي باد، اديته انا الايه الروز والكولومز بتاعته. هو كان حاطط الروز والكولومز بيز على المايكروفون بتاعه، انا حطيت ايه بيز على التوصيلات بتاعتي. وهي شغاله برضه انترب بيز، انا عاملين ويت فور انترب، وكل ما يرجع من الانترب يديسبلاي الايه الاندكس بتاعه من من 7 سيجمنت ديسبلاي اري. واكشولي الاندكس
اللي هو بيعمل بي ابديت تمام بيبدو من الفانكشن اللي هي سي دي افتر انبوت طبعا هو ايه بعد ما يبقى كيباد اتاتش دي بي اتاتش فانكشن هو في الديسكريبشن كان شرحها يعني انها بتريترن ايه الاندكس بتاعي بس كده ده ببساطة شديدة الكود اللي حصل اكشلي هو شغال يعني ممكن برضه تبص كده هو شغال شايفين دي 7 سيجمنت ديسبلاي 1 اوكي مش عارف الكتاب بتاعته فيها يعني يعني ساعات بتقول وفي ساعات B A 8 E 0 F B seven four يعني شغال بس الريسبونس بتاعها في حاجه غريبه طبعا ما عنديش اي بايم هنا او اي حاجه انت بقى ايه لو مش عاجبك الريسبونس اقعد جرب بقى في اللايبرز اللي موجوده قول لهم ان هي ايه كان ده نفس النظام دي كده وريكوا زي تقاد حاجه من اللايبرز زي اللايبرز لو عملت امبليمنتيشن تاخد دايركت من الايميل اللي هو بيسموه لك يعني مصري ناس بتحب تشوف دوكيومنتيشن عشان ايه اللي عايز يستخدم اللايبرز بعد كده يستخدم اوكي طيب مش ده الكونسرن بتاعنا النهارده، الكونسرن بتاعنا النهارده في حاجة أهم بكتير ألا وهي النيو ارت انترفيس. دكتور محمد اداكم الأسبوع اللي فات أو الأسبوع ده سوري النيو ارت موديول في المايكرو كنترول فريدم وورك بتاعتنا كده تمام؟ النهارده هنترفيس النيو ارت يوزنج الإيه؟ كايف. أوكي؟ والاسبوع الجاي نتكلم عليها امبيدد هو يعني ايه نحطيها كايل وبعد كده نحطيها امبيدد فهوريكم ازاي النهارده نانترفيس اليو ارت موديول الموجود معانا احنا عندنا يو ارت 0 يو ارت 1 ويو ارت 2 لو عايزين برضه افكركم بالتيمز بتاعتنا هنحكي عنها اوكي الصوره بتاعت الان اوت بتاع البورد بتاعتي مهمه جدا لازم تبقى يعني ايه اي بروجكت هتشتغل لازم تبقى الايه الصوره دي قدامك احنا عندنا 3 يو ارت موديولز يو ارت 0 ويو ارت 1 ويو ارت 2 تمام كده يو ارت 0 هتلاقيه انترنالي كونكتد على دي 1 ودي 0 وايه كمان الاوبن اس دي اي بورد بتقرا ايه؟ يو ارت يعني بتقرا يو ارت 0 يعني انت تقدر تنترفيس الكمبيوتر بتاعك عن طريق يو ارت 0 اوكي عشان هي ايه بتخش على الاوبن اس دي ودي حاجه هتلاقي اكسيستنج كده النهارده احنا بنعمل ديباجنج اول ما تشغل يو ارت الديباجر هيقول لك ايه مع السلامه ما اتخرجتش بس لو شغلت اليو ارت وانا كنت شغال ديباجنج تمام هيقول لك ايه اعمل انلوك لليو ارت وانا اشتغل تمام دي حاجه عايز افرجكم عليها كده واحنا بنعمل انيشياليزيشن لليو ارت موديول بتاعنا فاكشولي لازم تعرف ان هو كونكتد على يو ارت 0 يو ارت 0 اللي هو كونكتد على بورت A1 وبورت A2 ليه لازم تبقى عارف انها على بورت A1 وبورت A2 مين فاكر؟ بالظبط البي سي ار مين ناس البي سي ار مش بتاعت الكوفيد بتاعت تمام البي سي ار اللي هو البورت كنترول ريجستر تمام لو تفتكر كنا بنختار ايه بنحط فيها 1 عشان تبقى
ديجيتال ونحط زياده فيها زيرو عشان تعمل وايه على حسب الجدول اقول انا ايه البوزيت فانكشن بتاعتي صح كده. طيب يبقى احنا اول حاجه نفكر فيها في الانيشاليزيشن ايه. طبعا انتوا يعني الانيشاليزيشن تحبوا اعمل بروجكت ده من جديد ولا اوريكم البروجكت اللي انا عامله شغال البروجكت اللي انا عامله صح كده. اول حاجه في الانيشاليزيشن سيبك من الباوند ديفايزر ده هنتكلم عنه بعدين. بس اول حاجه اليو ارت ده مش اليو ارت موديول ده زي البورت A زي البورت B زي الادابتيشن كونفرتر محتاج انك تشغله بالظبط صح. تعال نروح في الايه الداتا شيت ونبدا نبص الكلوك بتاعتنا فين. هنلاقي السيستم انتجريشن موديول الاس اي ام. في الاس اي ام هتلاقي عندك الاس سي جي سي 4 دي على ما اتذكر هي اللي كان فيها اليو ارت. فعلا فيها ايه الكلوك جيتنج بتاع يو ارت 0 ويو ارت 1 ويو ارت 2. فلو بصيت كده هتلاقي عندي اليو ارت 0 ونحط ايه 0 يبقى الكلوك ديسيبل و1 يبقى ايه الكلوك انيبلد. اوكي طيب في حاجه ثانيه كمان في السيستم انتجريشن موديل لازم تبقى عارفينها وخاصه باليو ارت تحديدا الا وهي ايه بقى. في عندي ريجستر اسمها اس اي ام اس اوبشن تمام. اس اي ام اللي هو ايه سيستم انتجريشن موديول. الاس اوبشن ده بقى ايه اس اوبشن 2 ده مسؤول على ان هو يديني يسلكت الكلوك سورس لليو ارت موديول بتاعك او البي بي ام اللي هو ايه التايمر ايه موديول بتاعك. فخليها في اليو ارت دلوقتي 27 26 انت ايه لو حطيت 0 0 هيبقى الكلوك ديسيبلد تمام. لو حطيت 0 1 هيشتغل على المايكرو كنترولر كلوك تمام او المايكرو كنترولر كلوك بي ال ال على 2. لو انت لعبت البي ال ال على المايكرو كنترولر عشان تشتغل على اذر فريكونسي او الاوسيليتور كلوك او ايه يعني دي اذر كلوكس ايه مش ان احنا مش هنتكلم عليها هنا. بس خلينا ايه ان احنا هنشتغل على الكور كلوك فاحنا المفروض ان احنا نحط فيها 0 1. الكلام ده حصل هنا. انا هنا الاس اي ام اس اوب 2 حطيت فيها اللي هو اليو ارت اس اي سي 1. اوكي طبعا انتوا عارفين ان دي مطلوب ببعتها الفاليو وهي بتجنريت الموست على حسب الفاليو اللي انا ببعتها لها. الكلام ده كله موجود في الام كي ال 2 5 جي وهيبقى انترستنج. لا عادي اللي هو ايه سوري ده لا لسه ما جيناهمش حتى لسه ما جيناش هنحكي فيهم بالتفصيل حاضر. اوكي انا بس بقول لكم على الريجسترز دي هتلاقي كده في الاس اي ام. لو انت عملت سيرش على الاس اي ام الاس اي ام اكسس لاير حاطط لك فيه الممبرز بتاعت الاستراكشر بتاعت الاس اي ام اللي هو منهم الايه الاس اوب 2 اللي احنا بنستخدمها والاس سي جي سي 4 اللي احنا برضه استخدمناها. هتلاقي هنا الماسكات كلها بتاعت الايه الاس اي ام. احنا استخدمنا الاس اي ام اس اوبت. الاس اوبت بقى هنختار فيها اليو ارت 0 اليو ارت 0 اس ار سي اهو هو ده الايه المطر اللي بنديله رقم اللي انا عايزه يبدا يجنريت لي المطر. اوكي او انك تكتب ايه جاست الايه المطر بتاعك. بس انا هنا الماسك بتاعي عباره عن ايه كذا بيت فانا يعني او كذا بيت فانا يعني ايه هحط 1 1 ولا 0 1 فافضل استخدم هنا البيت بالمره تمام. فانا موجود استخدم 1 او 0 او 2 3 على اساس اللي موجود عندك في الداتا شيت. يعني هنا في الداتا شيت 1 اللي هي المايكرو كنترول كلوك 2 3 لكن الماسك بيشاور ب 1 1 فانت عايز تكير واحده وتشوف واحده افضل انك تشتغل بايه بالماكرو اسهل يعني تمام. ايه انت ممكن هنا تقول ايه
SIMSOP ultrasonic muscle. قصدي UART 0 SRC muscle. تمام كده؟ فالماسك ده فيه ايه؟ 1 مونو. صح. انت عايز 1 منه والثانية تبقى 0. بالظبط. أول ما تيجي هنا تكريت ايه؟ هاش ديفاين بقى زي ما كنا بنعمل الترم الأول. فاكرين هاش ديفاين وأقول إن أنا عايز المايكرو كنترولر كلوك ماسك ايكوال ايه بالشيفت بتاعه ايكوال 1 شيفت قد ايه والكلام ده. فاكر الكلام ده؟ 7 مطلوب. مطلوب أفضل. يعني بص بص أنا هنا بعت لها 1 هي خلاص هتجنريت ماسك في ال 1 في المكان اللي انا عايزه خلاص ضامن يعني. ال 1 ده فاليو 1 باسم الفاليو فقط هيبقى 0 1 بالظبط. اوكي طيب نيجي بقى لايه؟ احنا كده شغلنا الكلوك لليو ار. انا لسه ما اعرفش حاجه عن اليو ار بس احنا عارفين ان اي موديول عندنا دي كلوك بنشغلها له صح كده؟ انا هنا شغلت الكلوك دي اليو ار. حد عنده اعتراض؟ تمام كده. بعد كده اليو ار انا عارف ان هو مستخدم اثنين بينز من البينز اللي هي ايه؟ الديجيتال بينز. واحنا عارفين ان الديجيتال بين لازم لما تقول تستخدمها اذر ايه؟ فانكشن لازم تقول له ايه الاذر فانكشن اللي انت مستخدمها دي. طيب هنروح لمين؟ نروح على ال البورت كنترول. تمام؟ سوري سيجنال مولتيبلكسنج. سوري سيجنال مولتيبلكسنج. في مولتيبلكسر بيسلكت فاكرين اللي هو الماكس الفيلدز بتاعت الماكس كانت ايه؟ 4 بيتس. هي اللي بتسلكت الايه؟ الفانكشناليتي بتاعت الفيلدز بتاعتنا. دور لي كده على يو ار 0 دور لي على يو ار 0 هتلاقيهم فين؟ هتلاقيهم مربوطين بحاجتين. يو ار 0 مربوطين على بورت اي 2021 تمام؟ وهتلاقيهم مربوطين على بورت اي 1 و2. اصدق انه الفسور هو ده اللي بتشتغل عليه. اوكي هنا الداتا شيت جينيريك على الفاميلي كلها تمام. فممكن المايكرو كنترولر البينز بتاعته اكتر فتلاقي ان هو ايه الكونكتيفيتي عاملها ريدوندنت. طيب استفدت ايه من الجدول؟ ما انا عارف اصلا ما انا داخل عارف ان بورت اي بين 1 وبين 2 هما اللي كونكتور على يو ار 0 ار اكس تي اكس صح ولا لا؟ مش انا عارف الموضوع ده؟ ايه الجديد اللي انا استفدته؟ لا انا عايز اعرف من الجدول رقم الايه الالترنتيف. انا رقمي كام كالترنتيف صح ولا لا؟ تمام؟ هتلاقي دايما الترنتيف 1 هي الايه؟ جي بي اي او. الترنتيف 2 هنا كانت عندي هي اليو ار. اوكي؟ طيب نروح على الكود كنترول ونعرف نحط الالترنتيف ده ازاي. وانا عارف انكم عارفين اصلا بس ايه من باب التذكره. نروح على اي بي سي ار. البي سي ار 1 و 2 صح وهم كلهم ايه صفحه واحده. هي المالتيبلكسر بيبقى فيها 3 بيتس. سوري انا قلت 4 هي 3 بيتس. بتكتب ايه في المالتيبلكسر فيلد ده؟ بتكتب عندك انت ايه لو هو 1 يبقى alternative 1 لو 2 يبقى alternative 2 لو 3 يبقى alternative 3 بالباينري صح؟ نستخدم ايه هنا؟ المالتيبلكسر صح؟ ما هو ده اللي هيديني ايه؟ اكتب 2 فيديني ايه؟ 2 جوه المالتيبلكسر. فهمت انت كنت بتسال على الموضوع ده باشمهندس جنب مازن؟ ايوه انت كنت بتسالني على الموضوع البي سي ار كده لقطتها. فهتلاقي هنا في الكود عملت ايه؟ بورت ايه بي سي ار بين 1 لو تفتكروا ان هي كانت البي سي ار عباره عن اري صح كده؟ اري كل بين 1 ده ايه؟ المنت. فبين 1 هي ايه؟ اللي هي المنت نمبر 1 في الاري. فهنقول انها ايه؟ ايكوال بي سي ار مالتيبلكسر 2 تمام؟ طبعا لو عملتها اور ايكوال هيبقى ايه؟ افضل انك مش عايز تاثر على الباقي ودي برضه نعملها اور ايكوال. اوكي؟ بحيث انك ايه ما تاثرش على بقيه البنز لو انت عايز تستخدمهم ايه؟ لاي غرض انت عايزه. تمام؟ طيب تعالى بقى ايه نبدا كده احنا خلاص ظبطنا الدنيا لليو ار.
هل حاجة بره مديون اليو ار هنعملها انيشاليزيشن؟ خلاص احنا خلصنا دوت وشغلنا الترنت فانكشن على البنج وعملنا صح كده؟ كده ما عندناش اي حاجة تانية نعملها على بره اليو ار موديول. فاحنا في الداتا شيت هنسيب كل حاجة ونروح على ايه؟ اليو ار موديول نفسه. هنلاقي اليو ار موجود في شابتر 39، هو بقى بيقول لك الفيتشرز اللي فيه هو فول ديوبلكس تمام ستاندرد نون زيرو تو زيرو، يعني دي بقى الاوبشن اللي فيه. اللي يهمني ايه؟ باوت ريت كان بي كونفيجرد اندبندنت اوف ذا لاست كلوك فريكونسي. يعني ايه؟ يعني انت تقدر تختار الباوت ريت اللي انت عايزه بغض النظر عن الباوت كلوك اللي جايه ايه للموديل. مش ممكن تخلينا نختار باوت كلوك اوريدي بغض النظر عن الفاليو بتاعت الباوت كلوك، انت تقدر تحط الايه الباوت ريت اللي انت عايزه تمام كده. في انتربت عليه على ايه؟ الترانسميت داتا ريجستر امتي والترانسميشن كومبليت. لو انت خلصت الترانسميشن ففي داتا ريجستر بتقعد ايه تفضى لما يخلص الترانسميشن فيديك انتربت عليه، او ان هو ايه خلص الترانسميشن يقول لك برضه ايه ففي اثنين انتربت سورسز. هنا دي ريسيف داتا ريجستر فول، ان الريجستر نفسها لما تتملي من كريسيفنج ايه بتدي انفيتيشن انها فول. في الريسيف اوفر ران ان هو عمل ريسيفنج مرتين على بعض وانت ما عملتش اكسس ان دي الداتا ريجستر عشان تجيت الداتا. بروجرامبل ان هو يبقى 8 بت او 9 بت او 10 بت كاركتر لينس. هنا بقى هنحكي على اليو ارت شغال ازاي. اليو ارت اختصار ايه؟ يونيفرسال اسينكرونس ريسيف ترانسبورت صح كده؟ بيعتمد على كم بين الكوميونيكيشن 2 بين او 2 لاينز. لاين للداتا رايت ولاين للداتا راجع صح؟ بيقول لك انا ببعت داتا حجمها قد ايه؟ قال لك ممكن 8 بت 9 بت 10 بت. ازاي اللاين الواحد هيشيل داتا 8 بت؟ انت 8 بت محتاج ايه؟ 8 لاينز. ده كان ده لو انت شغال ايه؟ بارلل. لكن لو سيريال معناها انك بتفك الداتا بتبعت بت باي بت. اوكي؟ لذلك اتعمل حاجه اسمها باود ريت اللي هو البيت ريت اللي هو انا ببعت بت كل كام ايه؟ ثانيه. كم بت كل ثانيه؟ كم بت كل ثانيه؟ اوكي؟ طيب فانا هنا الداتا ترانسفير بتاعتي ما دام هي لاين واحد فانا اقدر ابعت الداتا ايه؟ 8 9 10 اطول 10 مثلا. اوكي؟ انت جنرالي لو بتلعب كاركترز انت بتلعب كاركترز ايه؟ الان بيكس صح ولا لا؟ كل كاركترز الاصلي كاركترز حتى الاكستندد اصلي الان بيكس صح؟ تمام؟ طيب الداتا باكتس لازم السندر والريسيفر عشان يعرفوا ان انا بدات سندنج وخلصت سندنج بسبب ببعت الداتا بتاعتي من 8 بيتس لازم اعمل باكينج للداتا، لازم احط في بدايتها بيت وفي نهايتها بيت. فبحط ستارت بيت وستوب بيت. فلو انا شغال 8 بيت كوميونيكيشن هيبقى عندي كام بيت ترانسفير؟ كام باكينج؟ كام؟ واحد ستوب واحد ستوب ولا لا؟ تمام؟ قال لك انا عندي الاوبشن ان انا اخليها تو ستوب بيس. يعني انت تقدر تقول ان هي 1 ستوب بيس او 2 ستوب بيس. ديبندنج على الايه؟ الريسيفر او السندر. كل واحد لازم يبقى عارف هو هنشتغل احنا الاثنين. عشان كده البروتوكول ده نسمى ايه؟ السينكرونس. اول حاجه السينكرونس ليه؟ عشان انا وهو مش على نفس الكلوك. بس نبقى متفقين من الاول احنا هنشتغل باور ريت بكذا، بس احنا الاثنين مش شايفين نفس الكلوك. السينكرونس كوميونيكيشن بروتوكول بيبقى في لاين على الكلوك اللي احنا ايه بنشتغل عليها. الماستر يبعت ايه رايزنج ايدج فولينج ايدج رايزنج ايدج فولينج ايدج كلوك كده تمام، هو اللي بيكونترول بيها ليت داتا ترانسفير. لكن بالنسبه لليو ار لازم نبقى متفقين من الاول، لو حد فينا خلف هيقرا الداتا غلط. ولازم نبقى متفقين
انا هبعت الداتا 8 بيتس ولا 9 بيتس ولا 10 بيتس، ولازم نبقى متفقين 1 بيت اون ستوب بيت ولا 2 ستوب بيتس. تمام كده؟ عشان كده هو اسينكرونس، لازم السيتنجز تبقى مظبوطه ما بين السندر والريسيفر. لو في اي حاجه من السيتنجز دي غلط هتلاقي ان الايه داتا ترانسفير فيها غلط. اوكي؟ هو سيريال. طيب يعني مودز اوف اوبريشن، خلينا نخش على البلوك دايجرام، هو الاهم نفهم منه الدنيا ماشيه ازاي في البلوك دايجرام. ده البلوك دايجرام الخاص بالترانسميت، بس هو في اثنين ترانسميت وريسيف، بيترانسميت على بين وبيريسيف من على بين ثانيه. البين هي فيها الفولتج اللي هو طالع نازل بالداتا بتاعتي، وهو طبعا بيعمل سامبلنج للفولتج اللي جاي له بيزد على الباور بيز اللي اشتغل فيه. فهو في سامبلنج هنا، خلي بالك من نقطه السامبلنج دي. في انترنال باص بيغذي الموديول بتاعنا. تمام كده؟ الانترنال باص ده المفروض ان هو بيرايت الداتا على اليو ارت تي اكس بفر. خلي بالك في بفر ريجستر اسمها يو ارت دي. تمام؟ دي في منها اثنين فيرجنز، واحده للترانسميت واحده للريسيف. فاليو ارت اندرسكور تي تي اكس بفر دي اللي هي ايه؟ رايت اونلي. يعني انا بخش رايت عليها فاليو، فانا باكسسها عن طريق الايه؟ الباص بتاعتي. تمام؟ بخش رايت عليها فاليو، فالفاليو لما اعمل رايتنج عليها هي تبصي الفاليو للترانسميت شيفت ريجستر بتاعتي. اوكي؟ الترانسميت شيفت ريجستر ده بيعمل ايه؟ مش انا الداتا عندي جايه لي كل واحده على بت سيفد ايه؟ في دي فلي فلوب، صح كده؟ فازاي هخرج الداتا من الدي فلي فلوب ورا بعض كده ايه؟ بيطلعوا على بين، ان انا اقعد اعمل شيفتنج رايت. تمام؟ لحد ما يخرج ايه؟ اخر بيت عندي على الايه البين، واللي بعده واللي بعده واللي بعده تخرج ايه؟ الداتا بالكلوك ريت اللي ايه؟ اللي جاي لي من المايكرو كنترول. تمام؟ فبيبقى عندي الستوب بيت بتكون هاي والستارت بيت بتكون لو، فهو بيديتكت المايكرو كنترول الناحيه الثانيه لما يجي لي ايه؟ هاي بعدها لو، يبقى ده ايه؟ تاج جديده نشتغل عليها. ممكن يبقى تو ستوب بيتس يعني اثنين هاي وبعد كده لو، يبدا ان هو ايه؟ يسنكرونايز على اساسها. بيقعد يعمل ايه؟ شيفتنج للداتا بتاعته على حسب باود ريت، مع كل كلوك من الباود ريت يبدا ان هو ايه؟ يشيفت ويقعد يطلع ايه؟ الداتا بتاعته. ففي الباود ريت كلوك بتغذي الشيفت ريجستر. تمام؟ وبعد كده عندي بقى الترانسميت كنترول، ده اللي بيتحكم في السيتنجز بتاعتنا. بيدي الشيفت انيبل للترانسميت شيفت ريجستر، ده بيقول له ايه؟ يلا اعمل شيفت، يلا اعمل شيفت. كل ما يعمل شيفت يعني ايه؟ ترانسميت. فالشيفت انيبل ده هو ايه؟ اللي بيدي انيبل ترانسميت، وهنشوف البيت بتاعتها اللي هي ايه؟ التي اي اللي هي الانيبل. عندنا برضو الترانسميت كنترول يقدر ان هو يجنريت انترابت ريكوست، يقدر يجنريت انترابت ريكوست. تمام كده؟ يعمل انترابت امتى؟ لو الداتا ريجستر امتي، ترانسميت داتا ريجستر امتي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا كل ما اقعد اعمل شيفت برمي الداتا بره، صح؟ اول ما هيخلص تبقى امتي، هيديني ايه؟ انترابت، معناها ان هو ايه؟ خلص، خلص الشيفت. او ان هو ايه بيديك يعني برضو ايه فلاج تاني اللي هو التي سي اللي هو ترانسميشن كومبليت، برضو هي هي يعني نفس الاثنين نفس المعنى. يعني انت تقدر تستخدم الاثنين فلاجز انك تعرف انك ايه خلصت، يعني تعرف ان اللي قبلك خلص ترانسميشن. تمام؟ او ان ايه الداتا ريجستر فاضيه فانت ايه ترايت عليها. فلو انت عامل ترانسميت انتربت انيبل او ترانسميت كومبليت انتربت انيبل، بص كده عاملها ايه؟ اند جيت. وان كيس انك عامل انتربت انيبل، فونس ان هو الفلاج رفع فهيديك ايه؟ انتربت ريكوست على طول على الترانسميت. اوكي؟
فانت عندك اثنين sources للانبوت هنا اللي هو transmit complete و transmit data register empty. اوكي نيجي بقى بالنسبه للريسيف. الريسيف هنا هي برضو شيفت ريجستر بس العكس، بتسحب من البين صح كده، بتقعد تسحب من البين الداتا بالسامبلنج ريت بتاعها لحد ما تكتمل عندي، فاكيد ان هي هتجنريت انتربت ريكويست على ايه؟ هتلاقي ليها انتربت ريكويست على الريسيف داتا ريجستر كول. هي مش محطوط هنا ال مش باين هنا الايه الفلاج، بس هوريه لكم ايه قدام. في ريسيف انيبل برضه، ده اللي بيدي الريسيف كنترول للشيفت ريجستر. في باوت جنريتور برضه هو اللي بيدي الباوت ريت بتاع الشيفت ريجستر بتاعي، ولما يخلص ان هو شيفتنج انت تبدا ايه يرمي الحاجه على الداتا بافر، انت تخش الداتا بافر ايه تاخد الداتا اللي حصل لها ريسيف. تمام. عمليه الريسيفنج بتبقى ديبندنت على الاكسترنال مايكرو كنترول، فانت لازم ايه ايذر انك تشيك عليها كل شويه او تسيبها لانترب هو اللي يقول لك لو في حاجه جت من بره. دي عمليه الانترب. الريجستر ديفينيشن، تعالوا نمشي بقى ايه مع الريجستر. ريجستر عندنا اوكي، ان الريجسترز هنا تعتبر غلسه شويه مش ستريت فورورد زي ما كنا بنشوف قبل كده في الموضوع. اول ريجستر معانا اللي هي يو ارت بي دي اتش او باود ريت او باود هاي وفي باود لو بي دي اتش وبي دي ال. طيب احنا يهمنا ايه في الـ في الباود هاي؟ الباود هاي يهمني فيها الاس بي ان اس اللي هي الستوب بيت نمبر سيلكت. انت على حسب انت عايز ستوب بيت 2 ستوب بيت ولا 1 ستوب بيت. لو 1 ستوب بيت فهتحط 0، لو 2 ستوب بيت هتحط 1. اوكي طبعا بتاكسس ايه بالماسك. ماشي احنا في حالنا هنستخدم 1 ستوب بيت وهنظبط اللابتوب ان هو يستقبل ايه 1 ستوب بيت. اوكي طيب بالنسبه بقى الاس بي ار من 0 ل 4 ايه قصتهم؟ ايه الخمسه بيتس دول بيعملوا ايه؟ قال لك بص هم دول جزء من ايه؟ من ال 13 بيت بتوع الاس بي ار. ايه الاس بي ار ده بقى؟ اللي هو الباود ريت ديفايزر. تمام؟ بيتحسب ازاي الباود ريت ديفايزر؟ وفين بقيه ال 13 بيت؟ اكشولي هتلاقي بقيتهم في الايه؟ يو ارت بي دي ال او الايه؟ الباود جروب. تمام كده؟ يعني هنا في 8 وهنا في 5، 8 و 5 13. يعني انت هتحسب الباود ديفايزر وتقسمه، تحط الهاي 5 بيتس في الايه؟ في الباود هاي، واللو 8 بيتس هتحطهم فين؟ في الباود لو. تمام؟ طيب الحسبه بتتم ازاي؟ حسبه بسيطه جدا، بيقول لك ايه؟ الباود لو اهي، بيقول لك بقى الباود ريت ايكوالز الباود كلوك اللي انت عايزه على الاو اس ار بلس 1 في الايه؟ الباود ريت. تمام؟ هيبقى الباود كلوك على الاو اس ار بلس 1 في الايه؟ الباود ريت. طيب الباود كلوك بتاعتي اللي هي ايه؟ زي مثلا 9600 اتعامل مع اربعين سريال. تمام؟ كنت بتختار 938400 و57200 صح؟ اللي هي الحاجات الايه؟ المتعارف عليها دي. فانت بتحط الباود كلوك اللي انت عايزه. تمام؟ بص هقول لك ايه، عشان هي الكلوك اللي جايه من مايكرو كنترولر، لكن الباود ريت البي ار دي اللي هي الايه؟ الكلوك اللي انت عايزها، اللي انت عايز تشتغل بيها. تمام؟ فهي الباود كلوك اللي هي الكلوك بتاعت المايكرو كنترولر. طب حد يعرف يجيبها؟ اوريدي ديفايند اللي هي ايه المايكرو كنترولر اوسيليتور، ايه ديفولت اوسيليتور، او امدح على السيستم انيشاليزيشن وهات الايه السيستم كور كلوك بعد ما يحسبها. فين اللي هي الفانكشن بتاعت السيستم انيشاليزيشن دي؟ تمام؟ او سيستم كور كلوك ابديت، سوري سيستم كور كلوك ابديت، وهات الايه الكلوك اللي انت عايزه.
طيب ايه موضوع الـ OSR ده بقى؟ هتلاقي الـ OSR موجود في الـ UART C4 تمام؟ الـ OSR هو الـ Oversampling Rate تمام؟ أو Oversampling Ratio فبيبقى by default بيبقى 16 لو انت ما كتبتش في الـ A في الـ 5 bits دول حاجة بيبقى 16 بيتكتب ازاي 0 1 1 1 1 لو انت كاتب اي حاجه بره الرينج اللي هو ايه 4 32 هو يا 4 32 يا 16 فانت لو كتبت حاجه انفاليد هتبقى ايه هيبقى هيخليك 16 على طول تمام طيب تفرق معايا انا هاخد الايه الديفولت ممكن حتى كمان ما انيشيلايزه ايه واحطه في الحس ده بتاعي اوكي طيب فاحنا كده الايه ال بي دي ال والبي دي اتش حطينا الفاليوز بتاعتهم خلي بالك قبل ما تيجي تانيشيلايز الحاجات بتاعه اليو ارت لازم تقفل اليو ارت تقفل الكوميونيكيشن ما تخليش الايه الترانسميشن والريسيفنج شغال هو باي ديفولت المفروض زيرو معلش ايه فور سيفتي لازم تقفل الكوميونيكيشن موجود فين الموضوع ده هتلاقي في ال UART control 2 UART control 2 bit 3 و bit 2 اللي هو TE و RE هتلاقي ايه بيقول لك 0 transmission transmitter disabled 1 transmitter enabled 0 receiver disabled 1 receiver enabled فانا قبل ما ابدا ان انا اظبط الباود ريت بعمل ايه بحطهم ايه 0 0 بعمل ايه كده بضمن ان هو ايه كده مش هيشتغل دي بقى شباب الحسبه بتاعتنا هنا اليو ارت 0 داش تي 4 اللي هي ايه الكنترول ريجستر 4 تمام بحط فيها اف اللي هو انديكيتنج على 16 تمام الباود ديفايزر باخد السيستم الديفولت سيستم كلوك وده اصلا ايه ديفايند اصلا في الدوت اتش فايل بتاع المايكرو كنترولر بتاعي وبقسمه على الباود ريت بالهرتز اللي انا مبصيه للايه الباود ريت اللي انا مبصيه للانشاليزيشن فانكشن فاكر الفانكشن بتاعت سيريال بيجين في الاردوينو بتبصلها 9600 دي برضو الفانكشن دي بتبصلها الباود ريت اللي انت عايزه حتى هتلاقيني في المين عمل ايه بصيت لها 38400 انا شغال على مثلا 38400 اتس اب تو اوكي ماشي دي الحسبه ده الباود ديفايزر اوكي الباود ديفايزر ده المفروض ان انا اعمل فيه ايه اقسمه صح كده فهقسمه على الهاي وعلى اللو فالهاي ازاي احط النوت سيجنيفيكانت 5 بيتس بتوعه في الايه النوت سيجنيفيكانت 5 بيتس بتوع البي دي اتش هعمله شيفت رايت 8 تمام واعمل له ايه هو عامل له هو اندنج هو عشان بص هو كده كده كان هيطلع الصفار هنا اعمله اندنج مع الماسك وايه واورنج جوه الايه الريجستر نفسها تمام دي فاين ده هدو اهي سيستم كود لوك نفس الفاليو دي اللي هتطلع لك لو انت في السيستم ام كي ال 25 زي فاكر نفس الفاليو كانت طلعت لنا من السيستم كود لوك دي 20 مليون في السيستم
underscore mkl250.x system. ماشي. شغل بالك انت الموضوع ده. وبعد كده بنحط ايه اللو بقى مع الماسك بتاع اللو. تمام. لما بنعمل اندنج يعني بنفطر البيتس اللي هي بره الماسك وايه وبنحطها على طول دايركت، مش محتاج ان انا اعمل اورنج ولا حاجه يعني، بس كده على طول. تمام. طيب انا كده خلصت، انا مفيش حاجه تانية هعملها، انا بس جست ان انا اخترت الاو اس ار او هسيبه باي ديفولت، اخترت الباود ريت بتاعي، سيبت بقى الحاجات تانية باي ديفولت. كام بيت؟ لا هم 8 بيت هي الديفولت. طيب عايز شو بقى تستعمل ازاي؟ هوريها لك. هتلاقي في ال C1 في حاجة اسمها M. ال M ده indicating على 8 bit ولا 9 bit. فين ال 10 bit؟ بيقطع علينا ولا ايه؟ فين ال 10 bit؟ مش هو بيقول لك ان في اوبشن لل 10 bit؟ هو هي 8 يا 9 صح كده؟ هتلاقي تكملتها اظن في ال C3، والله ما فاكر انا ما حفظتش. ده في اوبشن، بص بقى مديك الاوبشن ايه؟ مديك في الكنترول 3 دي انك تخلي الريسيف 8 بيتس وترانسميت 9 بيتس، او الريسيف 9 بيت وترانسميت 8 بيت، يعني تخليهم ايه؟ يعني تلعب بقى انت كل واحده ليها الايه السايز بتاعها يعني. فيلد 6 ده ما اقول لك وين كونفيجر تو 10 بت، ما هوريك ازاي يبقى كونفيجر. هو غالبا سي في في السي 4 اهو، في السي 4 ام 10. تمام. اهي الام 10 بيقول لك ايه بقى؟ لو انت حطيتها ب 0 يبقى انت يا 8 يا 9، لو حطيتها ب 1 يبقى انت 10. تمام كده. فدي ايه بقى الزياده يعني المايكرو كنترولر هنا بيقول هتلاقي في حاجات يعني بدون برضه مثلا سويست الماتش ادرس برضه مش هنشتغل معاه. مهم جدا برضه انك تعرف ازاي تشغل الايه الانتربت. احنا هنتعامل مع الانتربت برضه دول مره، بس هنا الانتربت اهو ترانسميت انتربت انيبل تي اي اي. فلو انا ترانسميت خلص هحط 1 في التي اي اي، لو ترانسميت كومبليت خلص هحط 1. ده ايه؟ انتربت سورس للترانسميت، واحد انتربت سورس للريسيف لو حصل ريسيفنج كامل. فبيبقى على الفلاج بتاعت الار دي اف اللي هي ريسيف داتا ريجستر فول. هنا التي سي اللي هو ترانسميت كومبليت، هنا تي ار اي تي تي ار اي اللي هو ايه ترانسميت داتا ريجستر امتي. طيب فين الفلاجز دي؟ عشان هي انترستنج بالنسبه لي، الفلاجز دي هتلاقيها فين؟ في الستاتس ريجستر 1 التي دي ار اي اللي هو ان الدا ترانسميت داتا ريجستر امتي، والتي سي والار دي ار اف. طيب الفلاجز دي باي ديفولت هي اللي بتكريت الانبوت ريكوست صح ولا لا؟ بما ان انا عندي انبوت ريكوست المفروض ان انا لما اخش الانتربت سيرفيس روتين اكلير الفلاج ولا لا؟ في فلاج بتعمل كليرنج لنفسها لو كتبت عليها 1 زي الايه؟ الويت 1 كلير، رايت 1 كلير صح كده؟ انما الفلاجز دي مش مكتوب فيها كده. الفلاجز دي بقى بتكلير نفسها لو انت دخلت اكسس الداتا ريجستر. لو انت دخلت عملت اكسس للداتا ريجستر. بص كده حتى هو بيقولها لك. لو انت ترانسميت داتا ريجستر امتي، الفلاج رفع وقال لك ان الترانسميت داتا ريجستر امتي، هتقوم انت عامل ايه؟ هتخش تكتب على الداتا ريجستر صح ولا لا؟ لو كان انت على الداتا ريجستر الفلاج هينزل. تمام؟ طيب بالنسبه للار دي ار اس اللي هو ريسيف داتا ريجستر فول، لو انت قال لك ايه؟ ان الداتا ريجستر فول، لو انت دخلت وعملت اكسس لليو ار داتا ريجستر تمام؟ اخدت منها الداتا اللي جواها هي ايه؟ هي كلير الفلاج. فعشان كده هو حاطط لك ايه؟ ان هي ريدنج
انت تقدر تريد الفلاج لكن ما تقدرش ترايد على الفلاج. ان الفلاج بيثير نفس الفلاج لو انت دخلت اكسس الداتا ريجستر. طب وهيرفع ازاي ان كيس بقى ايه باللوجيك سيرفر؟ تمام كده. طيب اخر ريجستر معانا اللي هي الداتا ريجستر. والريجستر دي بيقول لك ايه؟ This register is actually two separate registers. يعني two separate registers in nothing versions. واحدة receive واحدة transfer. طب وانا بقول زي لا هم اسم واحد. بس انت لو حطيتها في الرايت هاند سايد من الايكوال يبقى دي ايه؟ دي بتاعت الريسيف بتريد منها. لو حطيتها في الليفت هاند سايد تبقى ايه؟ بتاعت الرايت. اوكي؟ بعد ما بنخلص السيتنجز بتاعتنا شغل بقى يا عم الايه الترانسميت والريسيف. تمام. فبنخش على الكنترول ريجستر 2 ونشغل ايه الترانسميت انيبل والريسيف انيبل. كتبت فانكشن كده بسيطه تعمل رايتنج بتبصلها الداتا انساين كاركتر. ليه انساين كاركتر؟ الداتا انساين كاركتر ديسبلاي داتا اصلا صح ولا لا؟ الاصل فيه صح كده؟ وليه كاركتر؟ عشان اندكس. تمام؟ بوصلها الداتا اللي انا عايز اعملها رايتنج. اوكي؟ فانا عايز اعمل رايت هلو وورلد. اكتب هلو وورلد زي اكس اي ال ال او بيس دبليو او صح كده؟ هل ابعت لها هلو وورلد لسترينج وهي ترايت؟ ما تقدرش صح؟ ان هي تقعد تعمل كولينج على ترانسميت ايه فلاج. لكن انت ممكن ليتر تعمل فانكشن اللي هي ايه تاخد سترينج وتقعد تفكه لحد ما يخلص ودي هوريها لكم تحت اهي. يو ار ترايت بعمل وايل ان الستيتس ريجستر اندد مع الترانسميت داتا ريجستر امتي ماسك equal equal zero. يعني as long as ان انا لسه الماسك ما رفعش هعلق في الوايل لوب. طب لو الماسك رفع لو الفلاج رفع خلاص بقى يبقى ايه هخش على الداتا ريجستر وراي جواها الداتا اللي انا عايز ابصيها. تمام. وبعد كده اويت لحد ما ترانسميت كومبليت. ده نوع من انواع السيفتي ممكن ما تعملوش اصلا. تمام. طب افرض ان انا عايز رايت سترينج بسيطه ابعت لي سترينج. تمام. وانا ايه هقعد اعمل وايل سترينج ما وصلش للايه للنال كاركتر. فاز لوك از سترينج نوت ايكوال نال كاركتر انا عمال رايت وايه وعامل سترينج بلس بلس. تمام كده. الكود بتاعي هنا انا كنت جايب كود كنا كاتبينه بتاع الليدز بتاعتنا فاكرين الار جي بي ليد كنا عاملين كده كود فيه ليد اون وليد اوف فانكشن ليد اون. يعني كنت بستخدم بس الليدز عشان اعرف انا فين عشان انا الديبجنج بينتهي معايا اول ما شغل الايه اليو ارت. اول ما شغل اليو ارت هيقول لك الديبجر ايه مع السلامه انت فاتح كوميونيكيشن ماليش دعوه. تمام كده. كان مفيش ديبجنج فكنت بستخدم ايه الليدز. السيستم كود بلوك كنت مستخدمه عشان بحسب بيه الديلي. طبعا تقدر تستخدم برضو اللي هي السيستم ديفولت بلوك هي نفس الفاليو لو انت ايه استخدمت السيستم كود بلوك. عملت انيشياليز لليو ارت ب 38400 ده الباور ريت اللي انا استخدمته براحتك استخدم اللي انت عايزه. يعني عملت انيشياليز للبورت بي اللي هي الفانكشنز الانيشياليز الجي بي اي او بتاع اللابس. تمام. جيت عملت استخدمت يو ارت بوت سترينج لهالو وورلد وعملت تايب كاستنج للهالو وورلد انها تبقى كونستنت اون سايد كاركتر بوينتر عشان هي طبعا ايه السترينج بتبقى بتتعامل معامله البوينتر. تمام. بعد كده عملت وايل 1 اللي هي الكونتينوس لوب. دي بقى ايه انا هبدا استنى ان هو اليوزر يدخل لي ايه يدخل لي كاركتر. اوكي. اي كاركتر. فعملت فانكشن هو ايه بي تشيك وايل ان اليوزر ما دخلش كاركتر يعني الار دي ار اف موست مش فول. تمام.
فانا ايه هقعد اعمل ايه؟ هقعد برنت ويتنج، هبرنت له على التيرمينال ايه ويتنج، انا مستني تمام، وهنور الليد ليد الريد ليد وهطفي الجرين والبلو. اوكي قلت له يعني ايه جاست فور ديبجنج يعني موضوع الليد ده. طيب وانس ان هو في حاجه ريسيفد هيخرج من الوايل دي ويعمل ايه؟ هياخد من الوايل ويبدا ان هو يريد الداتا. بص بص اول ما هعمل ريد للداتا ايه اللي هيحصل للماسك ده؟ انزل على طول زيرو صح كده؟ تمام؟ وبعد كده هبدا ارايت الداتا اللي هو الدهاني اوريها كايكول لليوزر، يعني هو ده حرف الايه، فهرايت الداتا اللي هو الدهاني على التيرمينال ايه اوريها له. اوكي؟ بعد كده هقول له مثلا سي مثلا لو الكاركتر اللي دخل ده ايه هنور البلو ليد، لو مش ايه يبقى نور البلو والجرين. ده مثال يعني ان انا ايه كده في ترانسميشن رايح جاي، ان انا عمال اكتب له ويتنج ويتنج، اول ما يديني حاجه اعرف هي قد ايه تمام وانور ايه ليد. حتى كمان عملت ايه في الاسد دي عشان اسد ليد اللي هي نور، عملت ايه من تمام. طيب هو بيتشك في حاجه اتبعتت ولا لا؟ مفيش حاجه اتبعتت هيعمل ايه؟ هيخش يكتب ويتنج تمام؟ ما هي جوه الوايل. تعالوا نبيلد زيرو ايرورز زيرو ورنينجز طبعا يعني. خش على الديبجنج سيشن وانا عايز اوريكم المفاجاه في الديبجنج سيشن. طبعا هنا هياخد مني اثنين كونكت ريكوست، واحده كونكت على ان هو يفلاش الكود وواحده كونكت على ان هو يشغل الديبجر. لو انت عملت فلاش خلاص هو هياخد منك بس وان ريكوست. طيب انا انترستد في ايه؟ اكيد اول حاجه طبعا ايه؟ طبعا انا انترستد في اليو ارت سيبك من السيستم فول كلوك ده، فاحنا هنرن كونتينيوسلي مفيش هنا بريك بوينت، هنرن لحد ما نخش في اليو ارت. نبدا بقى ايه رحلتنا جوه اليو ارت نتفرج على ايه اللي هيحصل. انا فاتح هنا في السيستم بريفرنس الاس اي ام عشان اشوف الايه الاس اوبشن 2 واشوف الاس سي جي سي 4 اشوف الكلوكات بتشتغل ولا لا تمام كده. فتيك كير يعني انت طبعا مش شايفين صح يعني تصور. اوكي طيب خلينا نشك كده الاس سي جي سي 4 اللي هيحصل فيها لما هنرن الانستركشن دي. فعلا ايه شغل اليو ارت زيرو تمام كده، شغل الايه اليو ارت زيرو وهو بيقول لك ايه الكلوك انيبل تمام. بعد كده هنا جه شغل الايه المايكرو كنترولر كلوك اللي هي الاس اوبشن 2. بعد كده الاس سي جي سي 5 ده طبعا عشان البورت ايه بس كده شغل الايه البورت تمام. بعد كده بقى البي سي ارز هتلاقي البي سي ارز في البورت، احنا عندنا بي سي ار 1 وبي سي ار 2 تمام. البي سي ار 1 والبي سي ار 2 هيكتفي ان هو يقول لك اه دي الترنتيف 2 شيب سبيسيفيك، واللي ايه واللي وراها الترنتيف 2 برضه شيب سبيسيفيك تمام. بعد كده هنا الاو اس ار دي موجودة في الـ UART في C4 اهي الـ OSR ده. بص بقى هتلاقي من هنا بيقول لك ايه لوك تارجت كوميونيكيشن ذا فولوينج موست نوت بي انتربتد ان لوك تارجت كوميونيكيشن تو دو. لا على السلامة كده ايه، انت عندك الميلز اللي انت مستخدمها للكوميونيكيشن دي مشغول. فبص بقى اقعد اشتغل هيقول لك ايه
انا مش معاك اصلا. لدرجه كمان انك لو جيت دخلت مثلا على البي دي ال وشويه جواها حاجه مش هيراجع، فقد الكوميونيكيشن، هو خلاص اتشغلت البينز بتاعت اليو ار، فقد بيها الايه الكوميونيكيشن ولا اي حاجه خلاص كده. هو الديبوجنج سيشن، هو قال لك ان انا ايه انلوك تارجت كوميونيكيشن، لو سمحت انلوك تارجت كوميونيكيشن عشان هي لوك من دلوقتي. عشان يو ار عشان حصل كونفجريشن عليه. هو حتى لو انا ما عملتش انيبل لل يعني حتى عملت ديسيبل للكوميونيكيشن ما فيش، مش مستوى. طيب عايزين نشوف الحاجات العظيمه اللي احنا عملناها. اتفرج عليها فين؟ نيجي نفتح كده في برنامج مش عارف تعرفوه ولا لا اسمه كوتي، وفي تيرا تيرم، يعني في يعني دول بيفتحوا لك الايه الكوميونيكيشن مع اي ايه بورد انت عايز تشوفه. طيب احنا هنا سيريال كوميونيكيشن حتى مع الاردوينو كمان ايه ينفع. احنا عندنا الديفايس، على فكره انت ممكن برضو تشوف الاوتبوت بتاعه من اردوينو تيرمينال، هوريكم برضو الاوبشن ده، بس هتلاقي بيهيش كده في لما بتنكود داتا. احنا عايزين نعرف انا كوم كام، هو الكوتي بيسالني بيقول لي السيريال لاين كوم كام والسيريال سبيد كام. فانا عندي هنا الديفايس بتاعي فين، هو في الكوم، هو هيبقى الاوبن اس دي ايه كوم 9. اوكي اجي هنا اقول له ايه ده كوم 9 يا باشا، والباود ريت كان كام؟ الباود ريت يا شباب كان 38400. كمان تقدر تشوف ايه اوبشنز اكتر، انك تقول له السيريال هنا الداتا بيتس كام بيت، 8 9 10 براحتك، تمام. عدد الستوب بيتس، تمام. ده كمان ايه في اوبشن للباريتي، تقول له ان انا في باريتي اود وايه وفي وايفن، ان كيس انك ايه لوت كونفيدنس في الداتا بتاعتك، وتقول له ايه اوبن الايه الكوميونيكيشن، وتفرج بص مكتوب ايه ويتنج 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 ويتنج، تمام ماشي. ولو عملنا ريسيت هتلاقي كتب هلو وورلد وبعد كده ويتنج ويتنج ويتنج. اوكي تعالوا نجرب ندوس ايه، لما دوس ايه نور اللمبه الزرقاء، لما دوست ايه نور اللمبه الزرقاء، وبعد كده رجع كمل ويتنج، ادوس اي كاركتر 1 نور لي الايه اللي هي ازرق مع اخضر، تمام. اي حاجه بقى دي ديسبلاي اللي انا بكتبه. والمايكرو كنترول، المايكرو كنترول اللي بيكتب ويتنج، ولا لما بقول له 1 بينور اللاب دي الايه؟ الايه معلش؟ ده اللي هو بعد ما انا خلي بالك انا عامل ايه رايت right. عامل ايكو، انت ممكن لو لغيتها مش هيكتبه لك. مش بيبان لا. الاردوينو بقى بص تعالى نقفل الكوتي ونفتح الاردوينو. كان بيهيش معانا الاردوينو وانا بدخل اللاب يعني. شفت اللاب فادتني ازاي؟ عرفت الاحمر يعني ايه ويتنج، تمام. ازرق يعني خلاص جه الكاركتر اللي انا عايزه وهكذا. اوكي يعني كنت ما اشتغلتش معايا من اول مره بصراحه، فقلت الجا الموضوع لسه يعني ان انا تقدر تفتح الاردوينو. بص انت لازم طبعا عشان ايه كنت جربت تولز تقول له ايه كوم 9، تمام. وبعد كده تفتح سيريال مونيتور تختار الباود ريت بتاعك، لو كتبنا له ايه ودوسنا انتر لو كتبت 1 شوف بيكتب فوق هنا فوق في الاريا دي. اوكي وبقى هنا مش ظريف بقى
يجي ايه بعد اول بعد اول سندنج ما بيستقبلش تاني. لكن مع البوتي قعدت احاول ديبارك فيها معرفش. مع البوتي بيستقبل عادي مع الاردوينو لازم اريسيت عشان يستقبل البوت كده. لما اديته كيو استقبلت عادي فبديله تاني مفيش يعني مش عارف بصراحه استقبل. لكن مع البوتي الدنيا شغاله تمام. يعني هي السوفت وير بتاع الترمينال نفسه اللي هو ازاي بيسند الداتا الثاني بكتب الرقم على طول بياخده بيستقبله من غير ما ادوس انتر. بكتب اي رقم ادوس اي حاجه بيستقبله على طول. اوكي نقطه مهمه جدا لو انت مثلا بتبعت سنسور ريدنج عايز مثلا انت عندك تمبريتشر سنسور وعايز تدسبلاي الفاليو على اللابتوب عايز تكتب 27 انت عارف انك هتعمل بارسنج لل 27 دي ليه؟ ل 2 و7 تمام عشان يستقبلها 2 بعد كده انك ما بتبعتش غير ايه؟ غير انتجر اوكي انت لازم تبارس الداتا بتاعتك اوكي سوري ما بتبعتش غير كاركتر سوري فانت تكير انك تستخدم فانكشن اسمها ايه؟ انتجر تو كاركتر تمام دي بقى بتفك لك الانتجر لايه او ايه سوري انتجر تو سترينج بتفك لك الانتجر للسترينج وابعت السترينج ما احنا عملنا فانكشن تبعت السترينج صح ولا لا تمام وكمان تقدر تفك لك الفلوت في فلوت تو سترينج ما هي بتعمل كده لوحدها تمام بتريتيرن سترينج بتبعت بقى السترينج اوكي حد عنده اي سؤال في الموضوع انترستد صح؟ تحبوا تشغلوا بقى بالانتربت؟ لو بالانتربت هتلاقي بقى ايه؟ هتعمل انتربت انيبل هنا مثلا شغلت الانتربت على ترانسميت كومبليت اوكي وبعد كده عملت ايه؟ انيبل على الليفل بتاع الانفيك وعملت انيبل على الجلوبال تمام كده؟ كتبت الانتربت سيرفيس روتين بتاعتي ان هو ايه؟ جوه الانترب سيرفيس روتين انا خليته لما يخش الانترب سيرفيس روتين ينور اخضر. نوع من انواع الايه؟ الديبوجنج مود. تمام؟ بس هو كده كده هيروح للانترب هاندلر لو حصل ترانسميت كومبليت. اوكي؟ لو حصل ترانسميت كومبليت هيبدا يتشيك. لو انا الترانسميت كومبليت ماسك هو السبب ينور اخضر. كنت عامل بقى واحد على الايه؟ الامتي عشان تشيك. فلقيته ايه بينور ويطفي فخلاص كده كده ايه تمت يعني فيعني ايه ده نوع من انواع بس ايه التشيكنج على الانترنت انت ممكن بقى جوه الانترنت انك ترايت على الداتا ريجستر لو انت عايز يعني تمام التشيك ده انا عملته في المين اصلا انا لا سوري مش عامله في المين عامله في اللي هي رايت يو ار رايت اللي هي بتبني لي في المين عن طريق اليو ار بوت سترينج انا لما ببعت اهي هي نفس هي بص التشيك ده سوري التشيك ده اللي هو ترانسميت كومبليت بس ده ممكن يبقى انترب تاني ممكن يبقى انترب سورس تاني انا عامل انترب على ترانسميت مش عارف ايه ممكن تعمل انترب على ترانسميت طبعا يعني الغي بقى الكلام ده كله وهاته كده ايه هاتلي ده كده يا باشا تمام لا ده ويت انا هقول لك هظبطك هنا دلوقتي انت عايزه على الموسيقى الداتا ده عايزين نخليه جلوبال
حتى تعملتها بجلوبال فاريبل اللي اسمه ريد فلاج. انا قعدت العب كتير, عملت ريد فلاج وخليت الفلاج يعني بدل ما انا اكسس الداتا ريجستر من الانتربت انا عايز اخفف الانتربت في السيتي, فخليت في جلوبال فاريبل اسمه ريد فلاج وعملت له اكسترن من الـ من الدوت اكس على الفايل كلها بس. وبقيت لما بقيت اتشيك على ريد فلاج فلما لو لقيت وان يبقى انا حصل ريدنج وان انا ايه اخش على الداتا ريجستر واكسس يعني ورايت لايف. خليها احسن من ريد فلاج يعني. بص اهم حاجه كونسبت واصل يعني, بس انا ايه مش لازم ايه مش لازم ياخد داتا في الانتربت يعني. انت بتحاول على ما تقدر انك تخفف اللود على الانتربت ايه سيرفيس روتين ايه عشان في حاجات ثانيه اهم ممكن بتشوف اوكي كده كونسبت واصل. سهله فيو ارك متهيألي يعني من اسهل المودلز اللي احنا اتعاملنا معاها. يمكن عشان كده يجي مع مثلا في الكيس كونستراكشن احنا برضه ماسك سكيل يعني صح. اسف ان انا طولت عليكم الساعة 5 الا ربع, ربنا يوفقكم ان شاء الله. نقفل بقى الريكوردنج.